من جديد بعد ساعات نودع التحولات الكبرى التي كرسها تاريخ 17 من تشرين الأول بانتفاضة شعبية انعكست تبدلات في المشهد اللبناني على كل المستويات السياسية المالية الاقتصادية وأيضا الاجتماعية. بعد ساعات نودع وإياكم عاما حافلا بالخيبات أوصل لبنان إلى المراتب الأولى في مؤشرات الفساد على الخارطة العالمية وخفض تصنيفه الائتماني والذي أدى أيضا إلى أزمة نقدية غير مسبوقة وأفقد ثقة المواطنين بلبنان وكذلك المجتمع الدولي. بعد ساعات نستقبل 2020 بالكثير من الأمل بتغيير حقيقي يقود إلى ولادة لبنان الجديد بالتزامن مع المئوية الأولى لدولة لبنان الكبير، على الرغم أن المعطيات الآنية في طريقة تأليف حكومة 2020 لا توحي بذلك في ظل استنساخ الطريقة نفسها في تأليف الحكومات في لبنان على قاعدة المحاصصة. وإن تبدلت التسميات وأدخلت مصطلحات الاختصاصيين والتكنوقراط على قاموس التأليف الذي بقي خاليا من البرامج والرؤى الإنقاذية. في الإيجابيات خبر سار وبوادر حلحلة في أزمة شح الدولار تمثل في تعميم مصرف لبنان بوجوب أن تسدد المؤسسات غير المصرفية التحويلات بعملة التحويل، وهذا الخبر أيضا تزامن مع ارتفاع منسوب التفاؤل بولادة قريبة للحكومة بغضون أيام قليلة. سنقرأ في المحطات التي طبعت هذا العام لا سيما المحطات المالية والاقتصادية مع ضيفنا المستشار الاقتصادي والمالي دكتور إلي خوري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. إذا بتسمحي أول شيء نتشكركم على استضافتي بهالنهار المجيد، هو نهار رأس السنة، وبذات الوقت من خلال الشاشة الكريمة تبعك بدي عيد كل اللبنانيين بلبنان وبرات لبنان بهالعيد المجيد كان عيد الميلاد ورأس السنة، اللهم يعيدوا علينا سنة 2020 مثل ما ذكرتي بالخير والبركات وظروف أحلى منك وما يتكرر طبعا إن شاء الله ما بتنعاد. نعم طبعا. يعني عم نسمع أخبار إيجابية بموضوع ولادة الحكومة اليوم بلبنان، ببلد مثل لبنان كتير بترتبط الأزمات المالية والاقتصادية بالأزمات السياسية. برأيك اليوم انفراج حكومة ولو بحكومة ليست على قدر أمال اللبنانيين يؤدي إلى انفراج اقتصادي ومالي؟ أنا بقول أول شيء يجب تشكيل حكومة، يعني هيدا منه لوكس، يعني منه خيار أنه منشكل أو ما منشكل. نحن قطعنا بلبنان وخاصة ما بعد الحرب الأليمة الأهلية قطعنا بعدة مخاضات حكومة وتشكيل حكومة والطول آخر، وإن كانت حكومة الرئيس المكلف السابق شيخ سعد الحريري يلي بقيت من أيار لآخر سنة تقريبا صحيح. 2018 تتشكلت الحكومة، إنما الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية ضغطة والمحيط تبعنا واللي عم يصير بالعالم كله سوا مغيرة تماما عن الظروف يلي نحن هلا عم نمر فيها، خاصة ما بعد الحراك الشعبي أو المظاهرات أو الانتفاضة أو الثورة. يعني أنا مني هون تسمية، مني خبير باللغة العربية، أعطيها التوصيف اللي بدك إياه. في ناس تحركوا بالشارع طبعا انتفضوا على واقع معين وهلا بنحكي فيه مطولا، هل واقع هيدا أدى إلى ما أدى إليه؟ اليوم ترف إنه ناخذ الوقت اللوكس انه نألف الحكومه وتاخذ معنا شهر واثنين وثلاثه واربعه وتسعه اشهر، هيدا ما عنا اياه ابدا.
اليوم السكين على رقبة اللبنانيين جميعا. المشكلة في عنا مشكلتين أساسيات إذا بدك نحكي فيهم، وهذا له علاقة بتشكيل الحكومة مباشرة. ست نوال، مشكلتين أساسيات هن منهم إذا منقتنع فيهم ومنروح باتجاه فكري بهال دايركشن هيدي، حكما رح نوصل لحلول. أول مشكلة هي الجيل. اليوم نحن عنا دين لمس 90 مليار، هيدا حسب ما بتقول الدولة. صحيح. أنا بقول شوي أكتر، خلينا نقول 90 مليار. طب هالدين العمره أو قيمته 90 مليار، هيدا تراكم خلال جيل معين يلي هو بدنا نعتبره من الخمسين لثمانين تسعين سنة، اللي هن الرجال الموجودين بالحكم، رجال ونساء. هلا انفورشنتلي النساء منهم كتار. هذا هيدا جيل استفاد من هال، خليني اقول هالترف يلي كان في شيء عم بيصير بالدوله منه مزبوط، ورح نحكي عنه ان كان بالقطاع المالي وان كان بالاقتصاد وان كان بالتوظيفات والى غيره، ادى انه يصير في عندنا هالدين وتراكم دين، استفاد منه الناس اللي كانوا موجودين بالسلطه والاشخاص المنتفعين معهم. نعم. بالمقابل اليوم اذا بتلاحظي الحراك الشعبي اللي صار، نسبة الأعمار فيه كانت أصغر بكتير من هيك. فإذا أنا بقول أنه عم بقسمها لجيلين، أو المجتمع اليوم مقسوم لشقفتين، الناس اللي استفادت يلي هني 50 بلس، والناس يلي بدها تدفع الدين من هون لعشر سنوات وفوائد الدين والثمن يلي هو هالترف اللي عملوه الشباب يعطيهم 100 ألف عافية، يعني وصلونا إلى ما وصلونا إليه. بتلاحظ هني جناس اليوم الموجودين بالشارع أكتر ما هني ناس كبار بالعمر. فإذا عندنا جيل هو تحت الخمسين سنة بده يحمل هالأزمة إلى عشر سنوات الجاية، لأنه الأزمة طويلة. إذا اليوم تشكلت الحكومة عندنا سنتين ثلاثة تنقدر نبلش نتنفس، رح نضلنا بالأزمة المالية. يعني إذا بدنا نقول اليوم 2019 بيتذكروا منه اللبنانيين أزمة شح الدولار، ولا مرة بلبنان كان عندنا أزمة مالية لتوصل لمرحلة إنه المصارف تقسط لك الراتب حتى. يعني هاي أزمة مالية غير مسبوقة. يعني رح تكون في حتى لو تشكلت حكومة رح تضلنا مستمرين بهذه الأزمة؟ هلا عم نحكي بهذا الفولي، بعد عندي شيء ثاني أنا بدي أحكي فيه. قلت لك في موضوعين أساسيات لازم نحكي فيهم، بس ترد مباشرة على هي عجل وجاوبك. يعني بالتالي الموضوع هو منا بالشقفة يا ست نوال. يعني اليوم الوضع بلبنان منه انه بحل قصة النقد وبعدين نشوف شو بعمل بالسياسة ونشوف اذا بنشكل حكومة او لا ووضع اقتصادي مترابط. يعني السياسة مترابط بالاقتصاد، الاقتصاد مترابط بالشق النقدي بالشق المالي، في نقد ومال، يعني في فلوس المصارف وفي المالي وزارة المالية، لانه في عنا سياستين هون. صحيح. وحكما في تداعيات على شو؟ على الوضع الاجتماعي، والوضع الاجتماعي اللي بلشنا نشوف انتحار وحدا ولا حاله وعمليات سرقة ونهيب، وهيدي على زود رح نحكي عنها شوي هلأ إذا بيسمح الوقت بالفقرة معك. فإذا هيدا كله مترابط مع بعضه، بس هون أهم شيء في مايند سيت، في طريقة تفكير معينة. إن اليوم في جيل جديد طلع تظاهر انتفض على طريقة سياسات اقتصادية سابقة وصلت البلد إلى دين لمس 90 مليار دولار. نعم. مع خدمة دين عام ب 5 مليار ولا نحكي عنهم هولي. هيدا الجيل منه مستعد بقى يكفي بهالطريقة. صحيح. بالمقابل النقطة الثانية الأساسية اللي تليك بدي أحكي عنها هو السياسي. السياسيين اليوم بلبنان ما عم يقتنعوا بعد أنه الشق الاقتصادي بدنا نبديه على الشق السياسي، يعني المحاصصة. صحيح. سألتيني على الحكومة من شوي هلأ بالبداية. طيب اليوم بنشوف أنه الرئيس المكلف دكتور دياب هو شخص جيد وأكاديمي وجامعي، بيعلم بالأيوبي ونائب رئيس جامعة وإلى آخره. بذات الوقت راح بالاتجاه راح عليه الرئيس سعد الحريري، يعني اليوم بقول بدي حكومة تكنوقراط موحدين كذا، يعني رجعنا عم نحكي ذات اللغة. صحيح. وبلش يطلع وينزل يطلع وينزل ويروح، وثنائي شيعي ورئيس جمهورية وهي حصتنا وهي وجبران بسيل المسيحيين وهوليك ما بعرف مين وهول كذا ومين بيحكي باسم ميثاقية، يعني قبل التأليف وبعد التأليف على ذلك موجودة. بعدنا اليوم عندهم عم يشتغلوا بالسياسة، هو إلي وهو إلك وهوليك إله. ما عم بيقتنعوا بعد السياسيين أنا برأيي، يا ما عم بيقتنعوا يا ما عندهم داتا عم بيشوفوا شو عم بيصير بالوضع المالي الاقتصادي النقدي الاجتماعي، يا اما مغمضين عيونهم وبعضهم عم يشتغلوا على الحصص تبعهم خوفا من هالجيل الجديد بالشق اللي حكينا عنه ست نوال يستلم وبلش يدعيون على المحاسبه. لانه انا ما بذكر، يعني انا واعي بعد ما خلصت الحرب الاهليه ما
ما في غير الوزير السابق برسوميان هو انفتح ملفه. صحيح. ولانه كان في نزاع بين بانه اسراء غير الرئيس مشروع. بين رئيس جمهوريه اسبق هلا صار بدنيا الحق والى اخره، طلعت بظهر اثنين مدير عام مطلي يمكن الياس مطلي بتذكر، وبالمقابل ردوا لهم اياها بالوزير شاهي برسوميان كان وزير الاوقات. ابارسا انا ما شفت ملف اليوم وصل الى خواتم سعيده. صحيح. وهلا السياسيين بعضهم لاحظ هلا حضاري اخبار وحضرتك صحفيه بتشوف بيطلعوا بيجي وبيروحوا وبينزلوا ما بينزلوا، بعدنا محلنا. فاذا عندي خلص يعني في ثابتين اليوم، ما قبل 17 تشرين غير ما بعد 17 يعني حضرتك عم اليوم في لاعب جديد على الساحه فات اسمه الحراك الشعبي، الثوره سميها اللي بدك اياه مثل ما قلنا، هول ما رح يقبلوا يضلوا ماشيين بذات الطريقه الشبيبه اللي كانوا ماشيين فيها من سنه التسعين حتى ما اقول قبل لليوم. يعني السياسات القديمه لم تعد تصلح لما بعد 17 تشرين نهائيا، ولكن تشكلت الحكومه. نعم، ولكن اليوم هل الحكومه في حال تشكلت من اخصائيين من اشخاص يعني عن جد كفؤين، هل هذا المعيار فقط قادر على ان ينتشل لبنان من ازمته، او انه الحكومات عندنا بلبنان دائما الحكومات تفتقد الى الرؤى الى البرامج؟ ما نشوف حكومه عندها رؤيه عندها برنامج، في عندها بيان وزاري بيكون فيه خطوط سياسيه واقتصاديه، ولكن كمان حتى البيان الوزاري لا ينفذ. يعني الى اي مدى افتقاد السياسات الحكوميه الى الرؤى والبرامج أوصلت لبنان إلى ما أوصلت إليه في هذه الأزمة؟ يعني في مثل لبناني بوصف بالضبط السؤال تبعولي، هو سيري فعين الله ترعاك. نحن كنا مشيين على هالأساس من سنة التسعين لهلا اللحظة، يعني بعدنا مشيين هيك إنه خلص بتمشي الأمور بتزبط الأمور كله ماشي كله يلا بتقطع منزبطها من هون منشيل من هون منحط من هون منجيب دعم من برا بتبين ودعم فولا بتبين إنه اليوم خدي مؤتمر ساتر انه هالامور ما رح تمشي، خلينا ناخذ مؤتمر ساتر قبله باري 3 قبله باري 2 و 1 وهلا ساتر. انا برايي تحليلي الشخصي وانا هالموضوع كنت اعطيه وقته مؤتمر ساتر وحكيت عنه كثير، مؤتمر ساتر صار ساتر صار بدنيا الحق، انتهى مؤتمر ساتر. وهلا انا برايي بدنا نروح على ساتر حتى ولو نحن رحنا عملنا الاجراءات وعملنا اليوم تشكلت حكومه ساتر ما اش بفيدنا اليوم نحن ست نوال. صحيح. خليني لك شغله صغيره بالباري 3 باريس 3 يعني يلي هو صار سنه 2007 اعطونا 3 مليار الفرنسيين هبه مش مثل هلا سادر، سادر هن قروض ميسره هبه يعني خذوا يا شباب اعملوا اللي بدكم اياه، طلبوا منا سلسله اصلاحات واصلاحات كانت بس لها علاقه بالماليه العامه بس مش مثل سادر هلا طالب منا على 3 اكس اصلاحات او طلب منا بال 2018 اعطونا مليار وقتها منه دولار ووقفوا البي ال اي لانه من اساس 120 او 126 بند اصلاحي صلحنا 20 نعم يعني اقل من 20% من الطالبين ومنا وقفوا ما عاد اعطونا الشباب ولليوم رح روح معك اكثر من هيك اليوم كمان في اصلاحات مطلوبه دوكان يلي هو المستشار الرئيس الفرنسي ماكرون يلي كان من هون حوالي شهر او اكثر شوي صغير هو المستشار الاقتصادي لماكرون كلنا عرفنا شو صار باجتماعه الشهير بالاوتيل دو فيل بفرنسا وجمع الصحفيين وبعض اللبنانيين وخبرهم شو شايف بلبنان وخبر عن الرابور اللي بده يعمله للرئيس الفرنسي بلحكي غير دبلوماسيه و مباشرة. بتحبي اذكر لي كم نقطه هيك رح نذكر على الهامش كم نقطه قالوا انت تعرفي المجتمع الدولي شو عم ينظر لنا يعني عن جد نحن كمسؤولين او المسؤولين مش نحن حطينا حالنا بخانتهم الحمد لله المسؤولين السياسيين عليهم يقتنعوا بقى انه يفسحوا مجال لغيرهم معلش في جيل طالع عنده كفاءات معلم فهمين دارس ايده نظيفه خلينا نجربه نعم يعني اليوم جربناكم يا شباب من التسعين لليوم مش رح نقول قبل طيب فشلتوا دوكان قال دوكان نقلا عنه حرفيا انه يا شباب معقوله انتم كهرباء لبنان اكثر شيء علق موضوع الكهرباء دوكان اكثر شيء بس مش معناته معلق الا بس عليها حتى ما نفهم غلط لا ولكن هلا الشباب على السوشيال ميديا سوري اوصل علينا انه عم تجي اخذ حيز كثير كبير موضوع الكهرباء موضوع ما حكي اذا بدك 90% من الرابور تبعه كان على موضوع الكهرباء ولحق لك على شو علق انه انتم اليوم عم تصرفوا مليارين سنويا دولار سلفي واصلا هيدي عم تتايد مخالفه مخالفه للعمليات القيد الدفتريه بتصير لانه سلفي مفترض ترديه هي ما عم ترد هي سلفي ريفولفينغ عم بتصير بغض النظر عن النقطة، نحن في عندنا مليارين دولار عم نشيلها من الأرباح الدولة وعم ندفعها للكهرباء، عظيم. يا ريت في كهرباء. طيب ما قال لهم معقولة إنه مليارين دولار لباخرتين تتعطي كهرباء للبنان لأربع أو خمس ساعات؟ صحيح. بوقت معمل الزوق الحراري
بده 250 مليون دولار بيعطي كهرباء حوالي 2000 ميجا وات، يعني بيغطي تقريبا 85% من كهرباء اللي بده اياها لبنان. نعم. هلا دير عمار عم لي كل ذكرهم، دير عمار قال لهم هيدا دير عمار هلو طالبين نفضه هلا يرجعوا اعاده تاهيل 695 مليون دولار، بوقت اللي هو شايف انه دير عمار لازم يتلف مش لازم يكون موجود بقى على الخريطه. خلينا نقول 60% كمان حاط التوربين لاحد الناس النافذين موكلينه فيه ينفض التوربين ب 890 مليون دولار وقت بكلف 20 مليون دولار. بقى من هالمنطلق قال لهم انا شفته يعني طلع بانطباع فعلا مخزي انه اليوم الشعب الفرنسي لما فرنسا تدفع للبنان وتاخذ على عاتقها لبنان وتعمل مؤتمر صادر وتدعي له تساعد لبنان تينهض من كبوته الاقتصاديه وحطه على الخريطه العالميه ترجع. نعم. عم بيشيلوا هالاموال من وين؟ مش من جيبته لماكرون، من الضرائب المكلفين الفرنسيين الشعب الفرنسي يعني، طيب بده حقه الشعب الفرنسي يعرف مصرياته وين عم بيروحوا وغير الفرنسيين، بس لانه عم نحكي عن مستشار الرئيس الفرنسي دوكان. طيب اليوم كيف بدي اشيل انا من مواطن فرنسي الضريبه تبعه وروح اعطيها للبنانيين تيبذروها شمال ويمين؟ طبعا. فاذا من هون بتعرفي مستوى الفساد الموجود عندنا، هيدا عم بعطي اكزامبل يعني، مستوى الفساد الموجود بالسلطه السياسيه اليوم. بالفعل يعني احتلينا نحن المراتب الاولى عالميا بمؤشرات الفساد وما بقى فينا نحكي بهيدا الموضوع. 143 طلعنا بالمؤشر من اساس 170. صحيح. وموضوع الكهرباء يعني حتى البواخر كنا 60% ما عم نقدر نستفيد منها لانه الشبكات يلي بتوصل الطاقه كانت مهترئه، يعني حتى البواخر اللي كنا عم ندفعهم للبواخر ما كنا عم نستفيد منهم 100% بالطاقه اللي عم يعطونا اياها نتيجه الشبكات يلي بدها صيانه. ست نوال، اول شيء الكهرباء هي ثلاث شقفات، هي تصنيع بتعمل الكهرباء بتصنعيها، بعدين عندك الشبكه اللي بتوصل توصيل، وعندك التوزيع. اوكي، عندك هالثلاث شقفات. نعم. كله مش ظابط لا بالتصنيع الكهرباء، يعني ما عم نقدر ننتج كهرباء عم نجيب بواخر، عم نستعين فيهم بلس موتورات. صحيح. وعندنا الشبكه مهتريه اصلا بالاساس لانه ما انعمل انفراستركتور مضبوطه، وبالاساس بالجبايه يعني حدث ولا حرج، حضرتك بتعرفي اكثر مني، بالجبايه انطرح من فتره حوالي سنتين ينحط عدادات ذكيه اذا بتتذكر كثير منيح، وقف المشروع عليه لانه في شقفه من الناس ما بدها تدفع. نعم. في فاعلين، في ناس مهيمنين على الدوله اللبنانيه. طيب هيدي ما لها علاقه بالسياده؟ ساعه الدوله ما بتقدر تجبي ضرائب، هيدي مش لها علاقه بالسياده؟ طبعا. عظيم. انا اللي بدي اقوله كهرباء لبنان كلفت اليوم، رح نفتح ملف غير كهرباء لبنان حتى ما نضل نحكي بذات الموضوع. كهرباء لبنان لليوم مكلفه 33 مليار دولار من اساس 87 مليار دولار الدين، عم بحكي اخر قبل اخر 3 شهور يعني لنص 2019. بس خليني يكون عم بعكس وجهه نظر اخرى، بيقولوا لك نحن عملنا خطه ولكن كانت كل الوقت عم تتعرقل هالخطط، عم تتعرقل، وصلنا عملنا خطه جديده وكمان يعني ما سمحت للظروف السياسيه. انا ما شفت ولا اسم الفضح. انا كنت كثير بحب ومع الحديث بالضبط، وانا بشد على ايدهم للشباب، بتمنى عليهم اليوم قبل بكره، يعني هلا بس تخلص الحلقه او اذا بفوتوا علينا هلا بيبعثوا لي كرساله، نعرف منين الاسامي، يسموا لنا منين الاحزاب او الجهات او الفئات او الناس النافذه السياسيين او رجال اعمال او نساء اعمال يلي عرقلوا هالموضوع كله سوا، خلينا نطرح قدام الراي العام، قديش بنريح الناس، قديش بنريح المجتمع الدولي، بقى انا هلا بنشدهم للشباب يلي عندهم هالوجهه النظر، عن جد يعجلوا ويجيبونا بالاسامي على السريع فتطرحيهم حضرتك بالاعلام. نعم، خليني اكون كمان عم شير قبل ما انهي هذا الملف الى انه كمان الموفد الفرنسي دوكان حكى عن الهيئات الناظمه التي لم تؤلف، وانت وانا وما بنعرف ليه ما تالفت الهيئات الناظمه ان كان لقطاع الكهرباء او ان كان لقطاع الاتصالات يلي كان كثير كمان في تركيز عليها من المجتمع الدولي. برأيك ليه ما تألفت؟ هلا برأيي ليه ما تألفت؟ لأنه لما تنظمي الأمور ببطل في فساد، ببطل في سرقة، وبطل في كونفيسيون وسمسرة. مش هيك ما لنا مصلحة نجيب حدا نقعده على إيدنا نشوف شو أنا شو عم بعمل. بدي أعمل بدي أعمله بلا ما حدا لا حسيب ولا رقيب. ليك اليوم انتبه أنا عندي وجهة نظر، حضرتك عندك وجهة نظر، المستمعين والمشاهدين كلهم كل واحد عنده وجهة نظر، بس الأرقام ما بتكذب. نعم. طيب اليوم كهرباء ببلد فيه 4 مليون إنسان. أوكي؟ معقول تكلف 33 مليار دولار وما تكون عم تعمل الدول العربية كلها وشرق روسيا 33 مليار سيدتي الكريمة معلش يعني وين راح الرقم؟ نعم. أوكي. بدي انتقل الى ما يحصل في المصارف، عم نشوف يعني بالمصارف اللبنانيه شفنا تهافت للمودعين بالفتره الاولى، بعدين شفنا قيود غير مسبوقه من هذه المصارف،
وعم نشوف كمان الحراك او الانتفاضه او الثوره عم يتوجهوا للمصارف، عم يكون في رفع للصوت ايضا. اليوم المصارف برايك لماذا تتخذ هذه الاجراءات الغير قانونيه، يعني عم تروح على الكابيتال كنترول وهو غير مقونا بلبنان؟ هل بالفعل ما عندها يعني دولار، ام هي ما بدها تدفع ثمن الازمه وناطره ان القوى السياسيه تحل الازمه وما تكون هي عم تدفع الثمن؟ سؤال كتير عميق وفعلا رح ياخذ شقفه كتير كبيره جواب عليه، لانه المصارف بلبنان هن اذا بدك شريك مع الدوله، يعني منهم القديسين الشباب ابدا، طبعا هن داينين الدوله، هن شركات تسعى الربح وحقها تربح المصارف. إنما لما يصير فيه مثل تنسيق ما بينه وبين الدولة ومصرف لبنان لغايات معينة، وهلا نحكي عنها بتفصيلها، هون صار في علامات استفهام على الأداء المصرفي. نعم. خلينا نبلش من الآخر. هلا الأزمة اللي عم نشوفها، في عنا شيء اسمه الأزمة النقدية، النقدية يلي هي نتيجة السياسات الاقتصادية المالية النقدية. النقدية لها علاقة بالبنك نوتس، يعني الكاش، شو معنى بجيبنا هلا مصاري المطبوع. أنا هون بدي شوي ألفت النظر لموضوع معين. نحن عندنا مشكلة بالسيولة، النقد يعني المصاري المطبوعة. فعلا وعندنا إياها فعلا. ليه؟ لأنه اليوم حيالله مصرف من أمريكا، يعني بنك أوف نيويورك للبنك أوف جابان، مرورا بالقطاع المصرفي اللبناني كله سوا. إذا بيتهافتوا المودعين تيطلبوا مصرياتهم بذات الوقت منهم موجودين. صح. وهي الأزمة نحن إن شاء الله بتنذكر وما بتنعاد، قطعت علينا. بس قطعت لانه كانت ازمه سياسيه وكان مطلوب اسقاطه لبنك انترا ب 63 62 63. نعم. اسقط بنك انترا، مش فشل، لانه في عنده كان ملاءه كبيره، كان بس ما عنده كثير كبيره. صحيح. فعلا. واليوم نص املاك الدوله، ما فينا نشبه نص املاك الدوله اليوم بعدها هي لبنك انترا، او من بنك انترا، محفظه بنك انترا، من كازينو لبنان للميدل ايست وغيره. انا اللي بدي اقوله انه اخطا مصرف لبنان والجمعيه المصارف انه سكروا جمعتين اسبوعين هيدي عملية التسكير. أنا برأيي كانت خطيئة. أنا اليوم ما أنت أنت بتعرف أنت بتعملي شغلة وبعدين بتعيد القراءة تبعك. أنا اللي بقوله أنه طبعا كانت خطيئة. ليه؟ لأنه خلال هال 15 يوم أول شيء في عامل الثقة. ليه؟ لأنه نحن بنعرف أنه البنك نوتس بيشكل 5 إلى 10% من الودايع، والباقي كله هو دفتري، قايد دفتري. نعم. يعني حضرتك إذا عندك 100,000 دولار على الدفتر، روح خذيهم بالبنك هلا ما بيقدر يعطيك اياهم، مش اليوم حتى قبل الازمه. أكيد. ما بيقدر يعطيك اياهم، بيعطيك شيك بنك، يعني شيك مصرفي مسحوب على يا مصرف لبنان يا اما نيويورك، حيلا بنك بنيويورك موجود. فاذا هيدا قايد دفتري، اما الكاش الموجود هو كاش بشكل 5 إلى 10%، هيدا بحيلا اقتصاد، ونحن ماشيين مع هالمعيار. نعم. مش غلط هون، الغلط انه عمليه التسكير ادت انه المواطن، لانه اللبناني ملوع مش من اليوم، من 43 لليوم، وخاض عليه وقطع عليه حروب واغتيالات واجتياحات وما بقي شيء ما قطع عليه، صار فقد الثقه، صار بخاف، فقد الثقه بالسياسيين وبالاقتصاد وبالقطاع المصرفي. وين مصرياتي؟ بدي اروح على البنك، ما معي معي. دخيلك اول ما يفتح بدي اروح اجيب مصرياتي. ركضوا كلهم تهيفطوا، شفنا اول يومين ثلاثه يمكن حطوهم ببيوت ورجعوا سكروا، اذا بتتذكري بعد يومين ثلاثه رجعوا سكروا تيمتصوا شوي وترجع تقطع، وبعدنا بهالعمليه. انا بقول لو ما سكرت المصارف كان افضل بكثير الوضع، مش معناته كان اريح، بس ما كنا وصلنا بهالسرعه اللي وصلنا له. نعم. هلا عمليه المصارف، الودايع الموجوده عندها حضرتك بتعرفي في شيء اسمه احتياطي الزامي بمصرف لبنان، وفي عندك حسابات الجارية ان كان بمصرف لبنان للمصارف وان كان بالمصارف المراسله الموجوده برات لبنان، برا صحيح، تقدر هالبنوك تتحرك بالكاش تبعها. شقفه من المصريات محطوطه بمصرف لبنان، شقفه مسلفينها للدوله خلال سندات، وشقفه مسلفينها للقطاع الخاص. نعم. لا كانوا افراد او شركات، وبقي عندهم شوي هالليكويديتي مثل ما حكينا، هالسيوله الموجوده ببعض المصارف بلبنان وبرات لبنان. طيب هالسيوله اليوم ركضت المصارف قالت انا الازمه السياسيه مش عارفه لوين واصله، خليني، وهون صار في تناقض بين حاكم مصرف لبنان والمصارف والجمعيه المصارف بالفعل. هو طلع قال ما رح نعمل كابيتال كنترول، ولبنان طول عمره له حق الانسان يبعث ويسحب مصاري ويشيل ويحول اللي بده اياه. صحيح. راحوا هن ثاني نهار بجمعيه المصارف قرروا يعملوا كابيتال كنترول. هلا انا بقول هيدي مشان ما تضر بسمعه لبنان، بس هو ديجا نحن هالموضوع انا برايي تخطيناه، يعني كل واحد عم يعمل ميك اب. صحيح. بس هو مثل ما بيقولوا ضاربه الهريان، يعني القطاع المصرف عم بجرب يطول امد السقوط. مصرف المصارف اللبنانيه
دين الدولة حوالي 35%، يعني دين السيادة هو حوالي 35% بإيد المصارف، وقدهم أو أكثر شوي بإيد مصرف لبنان. نعم. هلا البوزيتيف فيها إنه الدين هو 80% منه داخلي. صحيح. و20% منه خارجي، يعني بنضل نقدر نحن كلبنانيين نحمل الدولة، الدولة تحملنا بشكل أكونديسيون، يعني بشرط إنه يكون في شفافية بالتعاطي. اليوم من المؤسف يا ست نوال إنه ما في شفافية. يعني كل مصرف أول شيء بيتعاطى بطريقة. وسايقين كل الناس مثل بعضهم، يعني اللي عنده مليون دولار والما عنده والشركة والمش شركة والمؤسسة والشيل مصرياته والخلى مصرياته كلهم بيعملوهم بذات الطريقة. طيب هيدي ما بيجوز وما أكيد. بتصير حتى الرواتب يعني وصلوا انه يقسطوها فعلا، وصلنا الرواتب مش بس يقسطوها يقسطوها، وحتى اذا اجت بالدولار يحولوها للبناني كمان بالفعل. هيدا لانه ما في بنك نوتس، حتى باللبناني ما في بنك نوتس. بس انا اللي بدي اقوله انه اليوم المصارف ما لها حق تعمل هالشيء صراحة. أكيد. خلينا نحكي هذا الموضوع مثل ما هو. المصارف أكثر ناس هن والسياسيين، لأنه أغلبية المصارف هن على مجلس إدارتها هن ناس سياسيين. وبأمريكا بالسوق المالي في عنا شيء اسمه insider information. اليوم إذا أنا اليوم مسؤول بشركة، مسؤول كبير بشركة، وبعرف هالشركة بدها تعمل إصدارات لأسهم بالسوق المالية، أو بدها تسحب، أو بدها تعمل سبلت لأسهم، أو بده يصير في تغيير بالإدارة، أو 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 بدها نتوسع، هذا كله بيأثر على سعر السهم بالسوق، يا بيعلى يا بيوطى. إذا أنا هالخبرية بروح بخبرها لحدا، وهالحدا المستثمر بيعمل استثمارات بناء على الخبرية اللي عملتها وبيجني أرباح وبيتبين هالشي، بتنكشف نحاكم اثنيناتنا. طب اليوم طبقة سياسية موجودة على البورد أوف دايركتورز، على بمجلس إدارة البنوك، من سنة التسعين لليوم البنوك عم تجني أرباح طائلة من الدولة. مين الدولة؟ نحن المواطنين. اليوم بالهندسة المالية غيره. اليوم بالتنين وتسعين صار عندنا أزمة مماثلة لهالشي. اجت الدولة بدها تأهل المؤسسة العسكرية، راحوا اقترضوا، صدروا سندات، اقترضوا جابوا مصريات، زاد النقد، طبعوا مصاري، سوري طبعوا مصاري أول شيء قبل ما يصدروا سندات، طبعوا مصاري، صار في عملة زيادة اول التسعينات اخر، صار في تضخم، صار في تضخم، قرروا سلسله رتب ورواتب. هي ذاته لحظه المشهد هو ذاته سنه 98 رجع عن كرهه، هو ذاته اليوم تتشوف انه هيدي الطبقه هي ذاتها وهن ذاتهم بعضهم موجودين، سو رح يضلوا يعملوا ذات الشيء. مشان هيك بدنا رؤيه جديده. صار بوقتها اذا بتتذكري فز الدولار من 600 ليره ل 3000 ليره سعر الصرف، ترجعوا بعدين بحكومه الرئيس الشهيد الحريري نزلوه ل 1500، ثبتوه سنه 97 مع رياض سلامي لما استلم الحاكميه على سعر 1500 بالفعل او 1510 سعر وسطي. طب بوقتها شو صار؟ بوقتها صار انه النافذين والقطاع المصرفي استفادوا وعملوا 4000% ارباح. يعني اليوم انا رحت دولارات اشتريت لبناني فيهم على 600 ليره، اعتبري 1000 دولار 600 ليره، هون قد ايه بيطلعوا؟ 600000 ليره. نعم. مش هيك؟ شيت 600000 شيت 1000 دولار طلع ل 3000، ضرب ال 1000 دولار ب 3000 برجع بصرفه على اللبناني طبعا، ومطمن بالي لانه عارف وعارف انه مصرف لبنان اللي انا مسيطر عليه كسياسيا، يعني بالنهايه حاكم مصرف لبنان كان استاذ زيراد سلامي او غيره، هذا موظف اولا بالدوله. نعم. اليوم ساعه مش عاجبهم اداؤه يشيلوه، ليش بجددوا له مره واثنين وثلاثه؟ معناته مبسوطين. انت اليوم اذا عندك شركه وعندك مدير ومبسوطه منه بتشيليه بتخليه، واذا زعلانه منه بتقول له ثانك يو جيب حدا جديد. فاذا صار هو تمادي بهذا الموضوع، ردوا مصرياتهم مطمنين بالهم انه ما رح يفرق سعر الصرف، ردوا مصرياتهم على 1005 من 3000 and they enjoyed high profits، عملوا ارباح طائله. ما خلصنا، جينا على 94 95 عم ننهض بلبنان، بدنا مصاري اعاده الاعمار، اصدرنا سندات خزينه. إذا بتذكري ست نوال 46% أنا كنت بالقطاع المصرفي بوقت، نعم. 46% الفايدة كانت على سندات الخزينة اللبنانية، يعني أنا كل سنتين فوائد عالية جدا، أنا كل سنتين بدوب المصريات، وهلا صار كمان فوائد عالية جدا. خلصنا من هالمرحلة، بس عم فرجيكي أنا إنه المصارف من وقتها صارت زيت يعني المصارف زيت من وقتها العناوين وقتها. طيب رح أحكيكي آخر 10 سنين القطاع المصرفي شو عامل؟ معلش بدي احكي شوي على هالنقطة لأنه كتير أساسية، وعن جد في محل لازم يكون في محاسبة جدية. قطاع المصرفي أو مصرف لبنان؟ قطاع المصرفي ومصرف لبنان والسياسيين، لأنه
اللبنانيين ما بيحملوا بقى حدا يمد ايده على مصرياته، نعم. هيدا جنى عمره، لانه بالنهايه اللي عم يتضايق هو هالموظف المعطر لقابض تعويضه او المجمع فرنجان ثلاثه حطتهم، هالطبقه الوسطى اللي هي بتحرك الاقتصاد، النافذين اصلا مصرياتهم صاروا برا، وهلا بنحكي عن الاموال المهربه هربت او تهربت او يعني هون صاروا يلعبونا على الاحرف يعني هربي او هربت محولي او المهربي او ايه او محولي او مهربي او ما بعرف شو التسميات يعني. تعددت الاسباب والموت واحد، في 11 مليار دولار طلعوا خلال الازمه وينن؟ وكيف طلعوا؟ كيف مصرف لبنان ما بيعرف فيهم؟ اليوم اذا بتروحي ست نواه تحطي 10,000 دولار بالبنك بده يمدوكي على ورقه انه من وين ومصدر المال وانت صاحب الحق الاقتصادي لإلهم. صحيح. القطاع المصرفي، انا اشتغلت بالقطاع المصرفي حوالي 20 سنه وكنت مدير بعده مصارف، وبعرف كثير منيح، ولا بنك فت عليه الا اول شيء يقولوا لنا انتم المصرفيين مؤتمنين على مصريات الناس، اين ائتمان القطاع المصرفي على مصريات الناس اليوم؟ اليوم صحيح. وين الائتمان؟ على شو ائتمنوا؟ راحوا استثمرون هون وهون وهربون. طيب القطاع المصرفي انا ما لحزن فيه، بس عم اقول انا صار في تصرفات علي علامات استفهام كثير كبيره، استعرضت لك فتره من الزمن ولاستعرض اخر 10 سنوات. اخر 10 سنوات بحسب مصرف لبنان القطاع المصرفي من 2009 ل 2018 نعم عامل ارباح حوالي 93 مليار دولار. هي من شو؟ من الفوائد. اكيد. دافع فوائد بالمقابل للمودعين حوالي 63 مليار دولار، يعني عم تحكي ب 30 مليار دولار. شيلي منهم الضريبه على الارباح والتاكس اللي بيدفعوها الناس يلي على الودايع تبعهم، بيبقى له صافي حوالي 20 22 مليار، يعني حوالي المليارين بالسنه. ما خلصنا هون. المصارف بتعرفي انه ارباحها مش بس تجي من الفوائد، تجي شيء اسمه نون انترست انكم، اوكي؟ يعني مصدر ثاني غير الفوائد يلي هو العمولات. بتروح تحط تشيك بيعطيك فالار 4-5 سنين، بتحطي كاش بيقول لك بدي دولارين ثلاثه، بتعملي معامله بتدفعي تليفون كهرب كذا، كلها هيدي هالخدمات. هيدي تقدر حوالي 12-13 مليار دولار. ضيفيها لل 20 مليار، هيدي الارباح اللي عملتها عم بحكيكي اخر 10 سنوات. طيب اليوم الفايده، هل يجوز الفايده بال 2018 انها تبقى هيك؟ الفايده معدلها كان حوالي شكل 14 مش معدلة نسبتها 14.5 او 15 مليار دولار، يعني اذا بقسمها على الناتج المحلي الاجمالي بتشكل 27% من الناتج. بتعرف شو يعني بتشكل الفايدة المدفوعة 27%؟ يعني ربع تقريبا اللي بانجو البلد عم بيروح فوائد. لمين؟ يعني انت قتلت الاستثمار. لمين بس عم بيروح؟ مش لإلي ولإلك، عم بيروح للناس الاصحاب الرأس المال الكبار الموجودين بالبلد طبعا، يلي هن ذاتهم رجعوا هربوا مصرياتهم خلال هال 30 يوم. نعم. خليني كمان بسألك أسئلة سريعة لأستفيد من الوقت. استعرضت حضرتك عناوين وقلت الدولار وصل ل 3000 بوقتها، والسياسات كمان عم يرجعوا يستنسخوها هي ذاتها، يعني اليوم تتوقع أنه كمان يرتفع الدولار أكثر بعد؟ لك عملية الدولار مرتبطة بالعرض والطلب. صحيح. اليوم نحن بنعرف أنه الدولار في عندنا سعرين، صار عندنا سعر رسمي. رسمي. اللي هو ما حدا عم بيشوفه هذا السعر، ايه يعني اللي اذا عنده قسط بده يسدده للبنك لانه مجبور يسكر الكريدي، هذا بحسب انه النقد والتسليف. وعندنا السعر يلي هو سوق السوداء اللي هو 2100 2050 2150 اليوم كان 2100 حسب يعني حسب السياسه كيف، اذا رح تتشكل حكومه ما حتتشكل، اي نوع حكومه حتتشكل والى اخره. نعم. فاذا هيدا عرضه الى عمليه العرض والطلب شو بصير؟ انما الاتجاه العام اذا باقي الوضع مثل ما هو هيك، وهلا انت بتعرفي انه في عندنا حوالي 9 طن انطبعوا واجوا صاروا هون صاروا بمصرف لبنان. هلا بحسب مصرف لبنان بيقول انه هالتسعة طن انطبعوا فئه ال 100,000 ليره و 50,000 ليره نعم هن تيغطوا هالسحوبات اللي صارت خلال الثوره. ونحن بنعرف انه السحوبات باللبناني عم بحكي مش بالدولار، باللبناني عندي كل يوم حوالي ال 126 مليار ليره، يعني عم تحكي حوالي 100 مليون دولار عم ينسحب كل يوم عم ينحطوا بالبيوت. صحيح. لانه الناس ما اش عندها ثقه بهالقطاع. هيدا غير الدولار عم بحكي. من هالمنطلق عم بيقول مصرف لبنان ولجنة الرابع المصارف وهيئة التحقيق والحاكم انه نحن هول جبنا هالمصريات بس تنغطي هالسحوبات الصارت. اذا هيدي هي هيك مزبوط مش غلط، بس انا بخاف وين؟ انه يغطوا هالسحوبات الصارت خلال هال 30 40 50 يوم، صاروا اكثر 60 يوم يمكن اكثر صاروا، يعني مش عم بعدهم انا صراحه، رح ننزل بالجينيس بوك لاطول ثوره يمكن. صحيح 75 بعتقد مش هيك؟ 60 يوم سألت الحكومة بتخيل صار لها مستقيلة الحكومة. فإذا تيغطي هالعجز وين؟
تتشكل الحكومة، يرجع عامل الثقة، اللبناني بالنهاية اللي حيخاف انه يضل مخزن المصاري بالبيت، الأموال بالبيت، ان كان لبناني وان كان حيرجعهم على المصرف، حيضطر يرجع. شو رح يصير؟ رح تزيد الكتلة النقدية، وهون بده يصير عندك تضخم، تضخم يعني القدرة الشرائية حتنزل، بده يصير في عندك عرض أكثر من الطلب على اللبناني، بده يوطس قيمة سعر الليرة، يعني بده يعلى الدولار ايبسو فاكتو. هيدا اللي بيخافهم، مشان هيك بده يزين الحاكم بطريقه كثير مهمه، انه قديش عم ضخ اموال وقديش عم بسحب. ليه؟ لانه اليوم ما فينا نحن منا دوله اقتصادها كثير قوي وعملتها قويه، يعني الولايات المتحده اليوم الاحتياطي الفيدرالي بروح بيطبع دولارات قد ما بده بيوزع. ليه؟ لانه في دوله قويه ورا في اقتصاد اقوى اقتصاد. طبعا لبنان اليوم كل ليره بدك تطبعيها بده يكون في شيء بالمقابل لها، إن كان ذهب أو احتياطي أو سندات أو إلى آخره أو أصول. هيدا شيء منه موجود، كلنا بنعرف هالشيء. من هالمنطلق بدنا نكون كتير حذرين بقدام منضخ مصاري بالسوق وأمتى لازم بلش نسحب. نعم. بس الأهم من كل هول ست نوال، تشكيل حكومي ومش حيالله حكومي رجاء، يعني هالموضوع ولا مرة نطلع لما نحكي فيه إنه حكومة تعطي الثقة وتاخد ثقة اللبنانيين قبل المجتمع الدولي، المجتمع الدولي قبل المجتمع الدولي، أنا برأيي قبل اللبنانيين. نحن يا ست نوال مؤسف لحقلك هالشي، وأنا لبناني ومن الصف الأول ونعمل فحص دم إذا بتحبوا، يعني تنقلهم للشباب، لبنان فقد السيادة المالية الاقتصادية عليه، ما نجحنا، عملنا اقتصاد ريعي. مش غلط الاقتصاد الريعي، بس غلط تعملي بس اقتصاد ريعي لوحده. انه اليوم هل بيجوز اقتصاد الاستثماري يكون اقل من مليار؟ نحن اجمالا نصرف حوالي 16 مليار المدفوعات تبعنا، ونجني حوالي 10 مليار. نعم نجبي. اوكي، طب انه هل بيجوز انه اليوم بس مليار من الاساس على 10 12 مليار، هن 800 مليون اقل بس للقطاع الاستثماري؟ انه هذا كمان له علاقة بالفوائد يلي قتلت. ما في اقتصاد بيمشي ست نوال، ما في اقتصاد بيمشي بس بالاقتصاد يلي هو الرياعي. إذا بدك اقتصاد الريعي بدك اقتصاد استثماري. الخدمات التزمنا فيها بتعرفي ليه؟ لأنه أقل كلفة تعمليها، والباي باك تبعها أسرع، يعني ما بدك رأس مال كبير ودغري بتردي رأس المال تبعي. نعم. ركضوا الشباب عليها من أيام الرئيس الحريري الشهيد، ركضوا عليها لأنه اعتبروها هيدي الأسرع والأكثر بتطلع أموال. وقت أنت بتعرف إنه أهم بندين بالاقتصاد أو قطاعين بالاقتصاد هو زراعة وصناعة، ويلي مع نحن بنعرف وما حدا حب يحكي عنا إنه اليوم في عنا خسائر بالقطاع الزراعي والاقتصاد والصناعي مليار وستمائة مليون، وهيدي مش أنا عم بقولها، كمان التقارير الفرنسية عم بتقولها، يعني هي لجنة متابعة مؤتمر سادر. عشان هيك أنا عم بقول لك هالجماعة عم بيشوفوا عم بيتفرجوا أكيد طبعا إنه الزراعة والصناعة مش موجود، وقطاع خدمات أصلا انتهت. شفنا شو يعني مع الأسف بالزراعة، نحن بلا ما نشجع الزراعة بنكون عم نجيب منتجات من برا، هي ذاتها لبنان بتكون موجودة عنده، مثل التفاح، مثل البطاطا، مثل البندورة، مثل غيرها، بنجيبها نستوردها من برا، بتخلق منافسة بلبنان وبتخلي المزارعين يوصل لمرحلة يتلفوا مزروعاتهم حتى. لك هيدا 100% عم تحكيه مزبوط. هون في شيء، في مبدأ اقتصادي بيقول كومباراتيف ادفانتج، هلا ما بعرف شو بالعربي بالضبط بس رح فسرها. كومباراتيف ادفانتج هو أنا اليوم بقدر صنع أو أزرع بطاطا وتفاح وموز وكرز وسمي اللي بدك اياه، بيجي بتطلع بدول الجوار، انا بدي صدر، انا هدفي صدر. طيب انا اليوم البطاطا في ناس عم بتنافسني زيت المصر كذا، شوف قديش انا بحاجه للبطاطا، بزرع بس هالقد بطاطا، بوجه هيدي السياسات الاقتصاديه، بوجه والزراعيه تحديدا، بوجه المزارع انه خي لحظه صغيره، طيب انا بالكرز هون بمحيطي ما في كرز، ليه ما بركز على الكرز؟ هيدي الكومباراتيف ادفانتج، يعني هالاموال اللي بعملها تأدعم زراعات اصلا عم بقدر جيبها ارخص مما انا انتجها عندي، بكبها بتركها وبروح على الزراعات والصناعات الزراعيه يلي هي بتقدر انا تعطيني مردود. ليه؟ لانه انا بالنهايه الاقتصاد بدك تطلعي على مؤشر كتير مهم وهن مرتبطين ببعضهم، هو المؤشر الميزان المدفوعات التجاري، ميزان المدفوعات يلي شقف منه الميزان التجاري. ميزان تجاري يعني اكسبورت امبورت، شو بوردي وشو بصدر، هون الكوارث، يعني مليارين ونص او 3 مليار بنصدر باحسن مقابل 20 20 او 22 بنستورد كمان، يعني لك الفرق اللي عندك، وتنستورد بدنا دولار، حتى الدول الاوروبيه اللي مستورد منا باليورو معنا دولار بنروح نصرف يورو كمان رجعنا بعد. هون المشكله الاساسيه، ونحن اليوم شو عم نقدر نفوت؟ يعني اليوم نحن هلا شو بنقدر نفوت؟ دولارات على البلد، انت بدك دولارات تفوتيها على البلد. بموضوع الدولارات كان في تعميم امبارح على مصرف لبنان انه الشركات الماليه غير المصرفيه انه تكون عم تعطيك التحويله
بالعملة يلي تحولت فيها يعني يوانتي وغيرها، يعني هيدا يلي عكس او كان مناقض للتعميم السابق من سنة يلي فرض على هذه الشركات انها تعطي بس بالعملة اللبنانية. اليوم عم نجي نقول لهم لا بالعملة يلي توصل فيها التحويل، الى اي مدى ممكن كمان يخلي السوق شوي يتحرك الدولار؟ انا برايي ما رح يعمل شيء، وهيدي رح تذهب هالمذكر اللي اصدرها حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان. ليه ما المغتربين من برا بسربيا يقدروا يبعثوا لشركات؟ ما حدا ليك ست نوال بالاول درس بنعطيه للطلاب عنا بالمال والاقتصاد والفاينانس يعني الامور المصارف، هو المستثمر صاحب راس المال جبين. شو يعني؟ يعني انا بدي استثمر بمحل بدي اكد انه راس مالي بده يرجع بلس بالاضافه لراس مال بده يجيني مردود او فايده معينه. منو بده يبعث اليوم استثمارات على لبنان واليوم مش قادرين يسحبوا دولارات؟ اي طبقه سياسيه اقتصادية اجتماعية بدها تيجي تستوعب هالشغلات اللي بده يصير. انا بقول لك شو مغترب بلبنان اهله بده يعايدوا رح يبعث لهم 200 300 500 دولار وهم يروحوا يعايدوا فيهم. That's it. هيدي محدود يعني انت برايك. طبعا انت برايك اليوم انه الاقتصاد والمشاكل والثقة المفقودة وحجم المشاكل الاجتماعية اللي عنا اياها اوكي والمشاكل النقدية والمالية اللي عم نواجهها يلي هي على شفير الهاوية عم توصلنا اليوم حوالي 200 و 350 دولار اللي هتقوم فيها. طيب انا بدي اسألك اليوم نحن معنا عمال اجانب صحيح بتعرف قديش بيعملوا حوالات قديش تقدر حوالاتهم حوالي المليارين. نحن بلبنان كل سنة بفوت بين 6 و 7 مليار دولار مصاري دولار على لبنان من قبل دياسبورا يعني اللبنانيين المنتشرين بالعالم صحيح. طيب السنة الاحتياطي بمصرف لبنان تناقص هلأ بشهر 12 نصه بحسب مصرف لبنان ناقص حوالي 500 مليون دولار الاحتياطي بمصرف لبنان متراجع الاحتياطي الاجنبي. يعني اليوم الاموال انت فكرك بعد اليوم اللبنانيين رح يبعثوا اموالهم على المصاري؟ انا بدي اسالك سؤال لحضرتك او لالي انا اليوم بعد بحط مصاري بجيبهم من برا بحطهم هن الهون عم يهربوا ولا برا؟ المصاري اللبناني ليش فكرك عم تنسحب كمان؟ لانه عم يسحبوها اللبنانيين ونحن حكينا 126 مليار عم ببدلوها ليرة عم ببدلوها بالسوق السوداء بالدولار مش هيك طلع الدولار؟ طبعا في تجار مضطرين يبدلوها بالدولار يعني ما هني كمان بيستوردوا بالدولار هذا شقف من الازمه بدهم يدفعوا بالدولار هذا شقف من الازمه. من هون مصرف لبنان والمصارف لازم يحاكوا الناس بشفافيه تامه. اليوم ما فينا بقى نضلنا نعتم ونشتغل بالقطعه ست نوال. اليوم اللبناني حقه وما رح يقبل اصلا بقى معهم للشباب هلا ان كان بالقطاع المصرفي تحت امبريلا تبع شمسية مصرف لبنان او السياسيين بقى بحلول انصاف الحلول ما رح يقبلوا اذروايز كانت مشيت الامور ما رح يقبلوا. يعني اليوم الوضع دراماتيكي يعني متجهين باكسبوننسيال على الهاوية مش انه ماشيين على مهلنا ماشيين بشكل كتير سريع. انه اليوم هل بيجوز الفوائد 5 و6 و7 و10% على بعض الحسابات والناتج المحلي 0.1 او 0.2 بتقدير ميريل لينش وغيرها من مؤسسات اجنبيه والبنك الدولي. نعم. يعني اليوم كل شيء بيطلعوا الناس والشعب اللبناني 0.1% مقابل 10% بيطلعوه 6000 حساب بلبنان. انت بتعرف انه عندنا 6000 حساب بلبنان فيهم فوق 3 مليون دولار. نعم دكتور خوري حضرتك يعني مصرفي ومستشار مالي واقتصادي، نحن كنا من 92 يعني لبنان قائم على تثبيت سعر الصرف، هيدا كان سياسة حاكم مصرف لبنان. نعم. بعض الاقتصاديين انتقدوها ولكن قدر هو بمراحل سياسية معينة حافظ على هذا السعر. نعم. وأيضا حافظ على الليرة اللبنانية. اليوم برأيك هل المسؤولية فقط على حاكم مصرف لبنان على سياسة الحاكمية أم أنه الأزمات السياسية اللي ألقت بتداعياتها على الحاكمية وأيضا افتقاد السياسات الحكومية إلى الرؤى هي اللي أدت إلى ما أدت إليه من هذه الأزمة؟ سؤال ممتاز فعلا. حاكم مصرف لبنان طول عمرنا بلبنان وبرات لبنان واللي عم يحكي المجتمع الدولي واهم اسواق ماليه عطوه جوائز هيدي ما بعتقد صحيح. كانوا عم يمثلوا ولا هو اشتريها الحاكم يعني لا هو حيعملها ولا هم حيضحكوا علينا وعليه بالعكس استحقها عن جداره. وانا بعرف انه حاكم مصرف لبنان قطع بعده ازمات بال 2006 اذا بتتذكري اللي هي حرب تموز عدوان حرب تموز 2006 العدوان الاسرائيلي كمان صار عندنا أزمة هيك طفيفة ولمدة شهر وقطعت بس كان في تكافل لبناني والمجتمع الدولي كله معك لأنه كان في عدو عم يغتصب لبنان. يعني
صار هالشيء وصار يدفع نص لبناني ونص دولار، يعني يجي شيك مثلا عليك 2000 دولار يروح تروح على البنك يعطيك 1000 دولار بس ما صار سعرين للدولار يعني. وكان الدولار كان في امبارجو، كان في حصار على لبنان، كان يجوا الاموال عبر السفاره الامريكيه والسفاره توزعها مصرف لبنان ووزع، يعني بحكمه مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان على الفوائد لل 15% على اللبناني بشرط تتجمد الودائع لفتره سنه، تضبط هالسوق. يعني حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، انا تما انفهم غلط، انا ما عم بقول انه هن عملوا شغل كتير غلط، بس انا عم بقول هن هول لاعبين على السلطه تكون عم تتابع شو عم يعملوا. من هي حاكم مصرف لبنان، انا بدي اسالك مين عينه؟ طبعا مين جدد له هلا من ثلاث سنين؟ مين جدد له؟ قدمه مجلس وزراء طبعا، مجلس وزراء ورئيس جمهوريه كان وطلعوا واتفقوا وعمل وقتها، يعني عمل سياسات الهندسه الماليه وقتها اللي كلهم اشتكوا منها. من مال بتقول سياسه الهندسه الماليه غلط؟ هي غلط، بس بذات الوقت بالمقابل البلد تيمشي عندك سياستين، سياسه نقديه وسياسه ماليه. سياسه ماليه مسؤوله عنها الدوله عبر وزاره المال، وسياسه نقديه مسؤول عنها مصرف لبنان بشخص حاكم مصرف لبنان وتحته منظومه القطاع المصرفي كلها سوا. اليوم مصرف لبنان ما بيعمل شغله حسب الماده 70 من نون النقد والتسليف اللي هو بس الحفاظ على الليره اللبنانيه، عم يضطر يمول الدوله على استقرار يمول الدوله ومول العجز الموجود بالميزان، ميزان المدفوعات بالفعل. ومؤخرا كان كمان عم يستورد او عم بيغطي استيراد السلع الاساسيه بالبلد. طب انه النهايه يعني كمان ما بدنا نحمله اكثر من ما بيحمل. لا، الحاكم انا برايي بالنهايه هو بشري ويمكن يتعرض لاخطاء معينه ويمكن ينغرى بمحلات معينه يصير في اغراء له، بس عليها السلطه تحاكمه وتتابعه. طيب السلطة وين موجودة؟ ليه ما بنوا اقتصاد متين؟ يعني اليوم ما في اقتصاد بيمشي، وما في اليوم انت حضرتك اذا بيجي جارك بيتدين منك ست نوال 1000 دولار، تقول له اوكي ست حاجتك، بعد شهر بيقول لي كمان عايز 1000 بعطيه 1000، ثالث شهر تقول له لحظة صغيرة يا اخي ليش وين عم تروح بالمصريات؟ ما عادش فيني دينك. اللي صار انه بقي القطاع المصرفي عم يدين الدولة والدولة على طول مديونة وعلى طول عندها عجز. طيب ليه القطاع المصرفي بقي ماشي؟ من هون انا بقول لك صار في تواطؤ بمحل معين، سوري على الكلمه يعني، بس هي سميها اللي بدك اياه، صار في اتفاقيه قبت باط، نغروا المصارف بالفائده العاليه، قالوا لك بنعمل اموال كيف استفاده يعني؟ طبعا، ودليل يعني على الاموال اللي عملوها على الارباح اللي عملوها. طيب حاكم مصرف لبنان اليوم طلع تعميم، مش اليوم من ثلاث جميع طلع تعميم انه بده يزيد راس المال بالضبط، برافو عليكي، 20%. راس المال القطاع المصرفي المجمع هو 20 مليار دولار، يعني جيبوا 4 مليار طلب من الشباب سناولوا من هالارباح اللي عم تعملوها وصلكم سنين من اصولكم الخارجيه مش من الداخل المأزوم. طبعا شو عملوا؟ راحوا على الداخل المأزوم. تسلم دمك. يعني اليوم قالوا جيبوا لنا 4 مليار من هالمصريات المهربينهم شباب حطوهم هون خليه تتفرفش هالناس، لانه 4 مليار مش بحلوا الازمه، كانوا عم يتذاكوا المصاري، مش بحلوا الازمه. خليني ارجع اقول النقديه، يعني عم بحكي انا السيوله مش بحلوها، بحلوها وزياده. نحن بدنا مليار مليارين تنحل ازمه السيوله، عم بحكي مش الازمه الاقتصاديه طبعا. الماليه الاجتماعيه لا، عم بحكي هيدي مؤقتا، يعني بصير اذا واحد يتنفس تتروحي على حلول اكبر من هيك. شو عملوا؟ بلشوا يقنعوا اصحاب الودائع الكبيره انه اشتروا اسهم عنا يا شباب. بعدهم ليكي وين؟ يعني طريقة اللي عم بيروحوا فيها رأس المال ما عم بتخلي ابدا يصير في حلحلة بهذا الموضوع ذاته. يعني حضرتك عم بتقول مبلغ كتير قليل بخلي فيه سيولة، فكيف اذا عم نحكي عن 11 مليار تم تهريبها لبرا من قبل سياسيين من قبل مصرفيين؟ يعني رجعوا نصف. في شيء كتير حلو هلا انا جاي لعندك ومبسوط بشغلتين. من القاضي عويدات بلش يتحرك بهذا الموضوع. برافو عليك. بدي اقول لك انه المدعي عن التمييز القاضي غسان عويدات هلا في تحقيق بالموضوع ومستدعي كذا مصرفي او صحيح. مدير مصرف كبير مستدعيون على التحقيق، هي واحد. اثنين، في عنا لائحه جايه قريبا، بعتقد قريبا جدا، في عنا حوالي 10 اسامي يحكى لفاعلين من الصف الثاني يعني، وهيدي الامريكيين بتعرف هن كيف بيشتغلوا هيك بالشقف فيها. اول شيء قطعوا لنا اسمين من جمعتين اذا بتتذكري قبل قصه جمال تراست بانك، وهيدي كمان دقت سفين بالقطاع المصرفي باي ذا واي. اكيد ايه. رجع جينا على موضوع الاسمين، جينا هلا على موضوع 10 اسامي، وجينا على التصنيف. ما تنسى انه كمان التصنيف شو صار فينا بعمليه التصنيف. انا عم جرب احكيهم بشكل كثير سريع لانه العالم صارت حفظتهم وقرفت منهم، بس اللي بدي اقوله هو التالي. اليوم نحن منا لحالنا عم نلعب وما قش نتذاكى رجاء، يعني يا شباب بالسياسه برافو عليكم، عملتوا اللي عملتوا، زبطتوا اموركم، اخذتوا باسبورات دبلوماسيه، اخذتوا تايتلز معالي الوزير سعاده النائب مدري شو، وهلا نشلتوهم ضحكتوا علينا والى اخره. بس هلا خلص الوضع ما بيحمل.
كفى. بتطلعوا انه ممنوع التوظيف بمجلس الوزاره، بعده بجمعه بتوصفوا 5200 واحد. طب انه كيف ما بعرف انه كيف هيدا الشغله بتصير؟ صحيح. انه كيف بجوز؟ طبعا. طب قطاع خليوي، انه قطاع خليوي طويل عريض بلبنان بيقدر يضر اموال طائله على الدوله اللبنانيه، نحن بنعرف قديش بيجيب مصاري، انه معقول بعده بيديروا شركتين؟ هلا اكيد طلع تم تمديده اليوم لجنه الاتصالات النيابيه، يعني رفضت هذا التمديد واوصت بعدم التمديد، وهيدي شغله كثير منيحه، بس ليش الشركتين اللي ما بكونوا 5 و6 مثلا؟ ما بعرف اذا التوصيه هي ملزمه قانونيا او لا، بمجرد توصيه. خلينا نشوف الايام شو بتصير. بقى عنا هلا الليستا اللي بدها تطلع هيدي اللي بدها تهز عروش كثير، لانه عم بتدق بالصف الثاني، يعني الخطوه الثانيه هي صف اول، وهيدي لها تداعيات كثير كبيره. نعم، ولكن هلا فوجئنا بخبر امبارح بالليل اليوم صباحا، هو مجيء اللبناني الاصل سيد كارلوس غصن. كارلوس غصن، والى ما هناك من علامات استفهام بمجيئه وكيف اجى وكيف تم تهريبه، وهل فعلا صار لقاء بينه وبين فخامه رئيس الجمهوريه؟ نفى الرئيس انه كان تم اللقاء، بس انه اليوم كمان انا بقول انه كيف وصل على لبنان؟ كيف دخل على لبنان؟ الطيارات الخاصه وعبر تركيا ومن تركيا على لبنان، ونحن بنعرف انه شقفه من الشيء المطروح عليه كان العلاقه بينه والمصانع اللي كان بده يفتحها بين تركيا وبين ايران، والامريكان بالامبارجو اللي عاملينه والحصار اللي عاملينه على ايران، وكيف صار تهريبه وكيف وصل على لبنان ومع مين منسق؟ انه هيك فجأة وصل على مطار بيروت واستقبله الامن العام، زقف له يعني وفوتوه. كان في يعني طبعا اللبنانيين اليوم هون الناس اللي بالشارع ما شو يقطع عليهم هيك المواضيع، لكن يعني الخارجية الفرنسية ما يقطعوا يعني عم كأنه انه عم بتقول انه الخارجية الفرنسية انه لا يحظى بمحاكمة عادلة، لأنه كمان باليابان يعني كان في ما بعرف. خلينا نشوف ان شاء الله تكون هيك، ما يكون في ديل معين راكب، لأنه بوجود هيك طبقة حاكمة على طول بضل انت، لانه ملوعين يعني بنعرف الشباب كيف بيشتغلوا، واسم الله عليهم انترنتهم واصله وين ما كان. اللهم ما يكون في شي ديل معين مع كارلوس غصن، شي صفقه وعم ينطرح توزيره، انحكى بالاعلام يعني انا ما قريب من البلاط تعرف، بس انا بقرا وبتابع باليوميات مثل حضرتك، يعني انه عم ينطرح كوزير يعملوا له غطا. طيب هيدي برايك رح تكون ببلاش؟ يعني الطبقه اليوم الحاكمه رح تبيعوا اياها لكارلوس غصن ببلاش؟ انا بتقديري الشخصي ما بعتقد هيدي لها ثمن، يعني عم تلمح لصفقة معينة، مو فري لانش يعني. الشباب يلي مدوا ايدهم على اموال العامة والدولة كلهم سوا الى حين اثبات هالشيء، يعني رح يقطعوا له هيك لكارلوس غصن ببلاش، اكيد بدهم حقه. نعم، تطور ايجابي حضرتك حكيت عنه بطلب اليوم القاضي عويدات من حاكمية مصرف لبنان، من هيئة التحقيق ومن جمعية المصارف، وايضا لجنة الرقابة، لجنة الرقابة ومن سويسرا، ولكن اليوم الى اي مدى ممكن يوصل هذا الملف لخواتيمه؟ لانه نحن بلبنان كثير في ملفات وصلت على القضاء، الانترنت غير الشرعي وحده منها، الاتصالات وحده منها، وصلت على القضاء بعدين ما عرفنا شو صار فيها، بعدين القصص يعني اختفت. لك الملفات بلبنان كلها سياسيه، بنرجع زيت الطبع، يعني بيهزوا له بالملف للشخص لما بدهم شيء منه، يا بدهم يحرقوه بالسياسه يا اما بدهم كاش منه تيفوتوا على يرجعوا على اللوبي السياسي. بس نحن بدنا المصاري ترجع لتتحلحل المصاري ترجع هيك ايبسو فاكتو، صار في تجارب وغير مشجعه، رح اقول لك اياها من هلا، يعني انا بلاقي ما كثير نتامل، تقلك ليه؟ لانه هالاشخاص اللي طلعوا مصرياتهم لبرا اذكى من انه يوقعوا بهيدا الفخ. نعم. اليوم اذا في عمليه تبييض اموال، ايه لها حق اليوم لجنه الرقابه على المصارف، واكثر من هيك لجنه تحقيق هيئه التحقيق. يعني اذا كانوا اموال مشبوهه، اذا كانت اموال مشبوهه تحط ايد عليها، ولكن اذا كانت اموال غير مشبوهه لهم حق. انا عملت ارباحي ضمن هالمنظومه اللي خبرنا عنها شرعا، بس عملتها، بس هي منها شرعيه، انت حتلت على المواطن واستعملت الباور تبعك والسلطه يلي ما لك حق فيها، تعملت جنيه ارباح طائله، وهيدي يجب ان تحاكم عليها. هذا الشيء منه بسهوله، بس هيدا اليوم منا اموال تبييض اموال، يعني اليوم بهاللجنه رح يتبين انه انا مصرياتي جمعتهم عبر 20 سنه ووديت 10 مليون دولار لبرا، شو لكم معي؟ حقي مش مهرب اموال، مش مبيض اموال، بس انا من وين من الاساس جبت هالاموال؟ اسمح بنقل الاموال، بس من وين انا اساسا جبت هالاموال؟ هون لازم يطلع قانون بلبنان يشوف هالاموال كيف انا حصلت عليها. في الاسراء غير المشروع، من اين لك هذا؟ يعني هو بال 92 بال 52 اقر، بال 99 يمكن عدل. اوكي، ولكن ما في تطبيق. كان في وزاره بالوزاره بالحكومه السابقه، وزاره مكافحه الفساد، مش هيك؟ يعني الوزير تويني يعطيه 100,000 عافيه يعني، بس ما شفنا ولا ملف. طيب معقول انه بكل هول، هلا بكل هول الملفات اللي عم يحكوا عنها مش انا وانت، المجتمع الدولي وعلى القرف اللي عنده اياه المجتمع الدولي من الفساد الطبقه السياسيه بلبنان، مش انا عم بقوله لا انت، الناس عم تحكي والمجتمع الدولي، ما لقوا ولا ملف. طيب انطرح ملف فؤاد السنيوره، الرئيس السابق والوزير فؤاد السنيوره، على 11 مليار من سنه 2005 لل 2000
و16 17، كان في انتقائية بطرح الملفات. طيب وينو هالملف؟ هددوا انه روس كبيرة بدها تطير وكذا. طيب نحن ما نطير روس يعني، وينو هالملف؟ جيبوه. ملف المئات انفتح رجع تسكر، شيء بالغلط شيء مش بالغلط. ولا ما وصلتوا فيه بالنتيجه، طلعتوا برا ما بقى تحكوا عنه. ليه ما عم نوصل ولا ملف بيوصل لخواتم سعيده؟ طيب هالناس كيف بدها توثق بقى بهالاشخاص؟ ما بتعتبر انه كان كمان طرح هذه الملفات كمان بموضوع التجاذبات السياسيه لحتى نوجه رساله لفلان او لعلان؟ يعني لان كان عم ينتقي ملفات القضاء لا بس فئه سياسيه معينه او مذهبيه معينه. بالضبط، هيدا اللي عم بقوله بالضبط تماما، انه هيدي الملفات انتقائيه ما بتوصل لمحل، ومش هيدا بقى المطلوب. نعم. الناس اليوم ما بدها بقى هالطبقه لانه فشلت. ست نوال، انت عندك اليوم شركه، انت رئيس مجلس اداره لشركه مرسيدس بانز كوكا كولا، سمي الشركه اللي بدك اياها تما نعمل دعايه. نعم. مش هيك؟ وعندك تأم هن سي اي او، تبعولهم سي اي او وسي اف او والسي كل السي ليفل دايرين هالشركه، سنة اثنين ثلاثة أربعة بكبدوكي خسائر وعم تخسر هالشركة، بتخليهم؟ أكيد لا. إجا الشعب اللبناني يلي هو صاحب هالدين، عبالهم يا خيي أنتم غرقتوني بتسعين مليار دولار دين، وباقتصاد بده 10 سنين تنرجع نقوم منه، مش بس قصة الدين. عم نحكي هذا الجيل الثاني اللي حكيت عنه أنا تحت الخمسين سنة. طيب اليوم هذا بطل إبلين بهالتركيبة. خلص في شيء بده يصير، بده يتغير، ما فيك تضلك ماشي مثل ما أكيد. انت اكيد. شو تقييمك لتجربه الانتفاضه اذا بدنا نسميها؟ لانه كمان شفناهم بالاول شيء كان في زخم كثير كبير، بعدين شفنا شوي شوي بلش يتقلص العدد، هل برايك هن بالفعل قدروا عملوا معادله جديده اليوم بلبنان، او انه القوى السياسيه نجحت بانها تشرزمهم وبانها ما توصلهم لنتيجه؟ ما في شك انه السلطه السياسيه بحيالله بلد، بحيالله بلد، لاحظي حتى الجيلي جون بفرنسا استقلوا السلطه، يعني جربوا يفوتوا يدسوا ناس بيناتهم، يكسروا محلات ويسرقوا بالشانزليزي والمحلات الماركات المعروفه كلها، تيفرجوا الناس انه ليكوا شو زعران هول، يلا شلوهم من الشارع. ما في شك انه كل سلطه بتتعاطى، واعطيتك مثل فرنسا، كم بالحاله لبنان؟ لبنان طبعا السياسيين يلي خايفين على مراكزهم وعلى ثرواتهم وعلى هالانتفاعات كلها اللي عاملينها من هالدوله اللبنانيه، طبعا مش حيسلموا سلاحهم ببلاش، سلاحهم بقصد مش حيسلموا حالهم ومراكزهم ببلاش لهالناس، بدهم يحاربوا قد ما فيهم رح يستعملوا شو؟ الادوات اللي بين ايديهم يلي هي السلطه الامنيه والسياسيه والقمعيه و و والى اخره، واستعملوها وشفناها استعملت، واستعملت على ناس ايه وناس لا. اوكي؟ بقى من هالمنطلق طبعا استعملوا هالشيء. اما بالنسبه للزخم، انا برايي الناس ما فيها تضلها 60 و70 و80 و90 يوم وكل يوم كل يوم، في عندها مشاكلها، عندها اجتها قصة النقد اكيد، يظبط مصرياته بالبنك بده يروح يسحب ال 200 دولار كل جمعة او ال 100 او ال 50 اللي بكره يمكن بطل فيك تسحب دولار بعد جمعة وجمعتين إذا ما تشكلت الحكومة، وأنا مش شايف إنه رايحين على تشكيل حكومة قريبة أنا شخصيا، على عكس المعطيات من هالمنطلق إن شاء الله يكون غلطان، بس إنه رح ترجع تتحرك الثورة ما رح يقبلوا. يعني اليوم انا ليش بدي ضلني انا عم جرب سقطوا الحكومه في حاله، انا بسمعهم شو عم بيحكوا الشباب هيك هالناس بيطلعوا بيحكوا على التلفزيون انه خلي ليش بدنا نضلنا بالشارع، جربنا كل شيء مع هالاشخاص، قدرنا وصلنا اخذنا نفس انه استقال الرئيس سعد الحريري، اخذنا نفس ورجعنا فتنا مثل ما كنا كما انتم يولى عليكم، رجعوا الشباب. هلا انا برايي هول المتظاهرين ناطرين شو بده يصير. صحيح. ليش بدي ضلني بالشارع واستنزف قواي كلها سوا وعندي عيالي وعندي اشغالي وعندي وعندي والدوله عم تقمعني وعم تضربني وعم بتخبطني وعم بتشيلني وبتحطني وصار ناس مع الشارع وناس ضد الشارع، خليني انسحب من الشارع. نهار اللي بيطلعوا تركيبه مش عايزين رح نرجع ننزل. نعم. هذا اللي عم بسمعه منهم. نعم. وانا يعني بصدقهم. نعم، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا، سؤال أخير بدي أختم هذه الحلقة معك دكتور خوري، يعني حكينا عن واقعية موجودة اليوم على صعيد المالي والاقتصادي والسياسي، قادرين برأيك بإجراءات عن جد إصلاحية أن نخرج من الأزمة، أو أن وصلنا لمحل خلص الانهيار أصبح واقع؟ نحن جايين على استحقاق سنة 2020، اليوم آخر نهار بالسنة، إن شاء الله بنعاد على الجميع بنرجع بنعيد كل المشاهدين. نحن اليوم آخر نهار من السنة وجايين على سنة 2020، بال 2020 ست نوال عم بحكي ماليا عنا استحقاقين بكلفوا الدولة اللبنانية مصرف لبنان، يعني الدولة اللبنانية يعني مصرف لبنان يعني احتياطي 8 مليار دولار بين 8 و9 يعني تكون منصف شوي. عنا سنة 2019 اخر 3-4 اشهر بتعرفي عنا تراجع بايرادات الدولة 40%، 40% بالايرادات تبع الدولة. اوكي؟ فإذا نحن رايحين على حالة
منا هيني ابدا. نعم. وفعلا خطيره جدا مشوي من هالمنطلق. ما فيك تضلك انت انه خلص حط راسك بهالحيط وانا بدي ضلني. نعم. ماشي هيك وهيدا الوزير الي وهيدا الوزير الك. خلص ما بتمشي بقى. المجتمع الدولي ناطرك، ما بدك تجيبي مصاري. نحن بدنا اليوم بتقدير البنك الدولي، نحن بدنا حوالي 20 ل 25 مليار دولار تننهض بالاقتصاد اللبناني. يعني سادر، ليش انا عم اقول لك اليوم سادر؟ ما اشي فيدنا، رايحين بكره على سادر دول وان شاء الله ما اكون غلطان، لانه ما في غير سادر دول رح يشيلنا، بس بشرط بدهم اصلاحات ملموسه حقيقيه. مين بده يعمل اصلاحات حقيقيه؟ هالناس اللي انضافوا الكف، يلي جديد، يلي جايين، يلي بيوثق فيهم المجتمع الدولي. طبعا نحن لو معنا فلوس بنركب حكومه ونمشي.